السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماريسا سارة. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم كيكة اقتصادية بحجم كبير بمذاق رائع، شكل مميز وبمكونات جد بسيطة. وبقوا معي حتى الآخر الفيديو باش تعرفوا أكثر على الوصفة. أنا استعملت ضعف كمية المقادير لأنه عندي المول كبير، وانتم ما تقدروا تستعملوا فقط نصف الكمية. غادي نحتاج 320 غرام من الدقيق الأبيض، 180 مليلتر من زيت الزيتون، طبعا تقدروا تعوضوها بالزيت العادية، 360 مليلتر من الكريمة السائلة، 280 غرام من سكر سنيدة، مبشور نصف ليمونة، 20 غرام من خمارة الحلوى، سكر فانيليا، 80 غرام من بودرة الشوكولاتة المرة بالإضافة إلى 4 بيضات ورشة ملح. بالنسبة للتزيين يبقى اختياري، أنا غادي نستعمل الكرز، لي سوريز، البيستاش مهرمش، والشوكولا السوداء. غادي نوضعو السكر، نضيفو له سكر فانيليا والبيض ونمزج الكل جيدا، وغادي بنتي هي اللي غادي تكمل تحضير الكيكة معكم طبعا تحت الإشراف ديالي. غادي نضيفو رشة ملح وكذلك مبشور نصف ليمونة ونحرك جيدا. ومن بعد غادي نضيفو الكريمة السائلة اللي طبعا تقدروا تعوضوها بياغورت الطبيعي. نحرك جيدا من بعد غادي نضيفو الدقيق تدريجيا، الخمارة الحلوة وبودرة الشوكولاتة المرة ونمزج الخليط جيدا. نضيف الزيت ونمزج الكل جيدا للحصول على خليط متجانس. ويسكب العجين في القالب اللي دهناه بالزبدة ورشيناه بالدقيق، ومن بعد تطهى الكيكة
في الفرن اللي سخناه على درجة حرارة 180، وبالنسبة لمدة الطهي تبقى على حسب نوعية الفرن. بعد إخراج الكيكة من الفرن نضعها جانبا لتبرد تماما قبل إزالتها من القالب. غادي نوضع الشوكولا السوداء مع القليل من الكريمة السائلة فوق نار هادئة حتى تذوب تماما، وغادي نزين بها الكيكة بالشكل التالي. بالنسبة لطريقة التزيين تبقى كلمسة خاصة كنقترحها لكم، وتبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الأشياء المتوفرة في البيت. مع أن التزيين كيزيدها جمالية، إلا أن الكيكة كتجي لذيذة جدا حتى بدون إضافات. أتمنى أن الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله. وسلام.